اللي ما تقبلش وجود رضا شرف الدين ما فهم حتى شيء من الكرة. ربما ثم شكون يغذي فيها، لكن رضا شرف الدين ما هوش أول مرة يبرهن معناها أنه رياضي ورياضي فذ، ومعناها يعرف اللي المواجهات بين الفرق راهي فوق الميدان وليس خارج الميدان. خارج الميدان نبقى وإحنا مسيرين ومربين. كانت مئويت الكلية والتواء كنت تحضر أنت؟ يستدعوني نحضر، ما عندي حتى مشكلة. إحنا علاش معنا توا نسمع أنا أقول طارجي باش تمشي فر الطائرة هي والنادي الإفريقي؟ تعملناها رانا قبلنا ومشينا مع بعضنا وسافرنا مع بعضنا وكرينا طيارات مع بعضنا وأقمنا حفلات. سيد حمادي بوسبيع هاو موجود، ساعدنا هو وجبنا وردة جزائرية مع بعضنا وجبنا سبع فخري مع بعضنا وتقاسمنا الأرباح معنا بين النادي الإفريقي والطارجي. علاش الأجواء هذه المفعمة بالمكايد وبال ما يجيش.